موضوع آخر للنقاش اليوم وللفهم ضمن فقرة ليكليراج. الآن في ليكليراج هذا الصباح بغينا نفهمه علاش 145 وكالة بنكية أغلقت أبوابها خلال سنة 2023. في 2022 عدد الوكالات البنكية اللي أغلقت حينها كان تقريبا 190 وكالة بنكية، ولكن كانت ربما الظروف ديال جائحة كورونا وكوفيد عندها تأثير كبير على هذه الإغلاقات. اليوم الإحصاءات اللي كشفها بنك المغرب كتكلم لنا على 145 وكالة بنكية أغلقت أبوابها. باش نفهموا أكثر هذا الموضوع خلينا نستقبلوا ضيفنا هذا الصباح الخبير الاقتصادي سي محمد جدري مباشرة من الرباط. سي جدري صباح الخير ومرحبا بك معنا في ليكليراج على شاد اف ام. أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بك ورمضان كريم. صحة وسلامة. عينو عليك الصحة والعافية وكل ما تمنيتي إن شاء الله سي كريم. مرحبا سي محمد جدري. بنك المغرب في الإحصاءات الرقمية اللي كشف عليها يوم 8 مارس كيتكلم لنا على 145 وكالة بنكية أغلقت أبوابها خلال العام الماضي مقابل 42 وكالة بنكية جديدة اللي تم فتحها. واش حنا اليوم أمام تحدي مالي اقتصادي يواجهه القطاع البنكي والأبناك المغربية مرتبطة بكل هذه الوكالات من سومة كرائية ونفقات ومصاريف تدبير ديالها وأزمة ربما تلوح في الأفق، أم أنه تحول استراتيجي نحو الخدمات الرقمية والإلكترونية لتقريب الخدمات عبر الإنترنت من الزبناء؟ اعتقد بان المغرب ما كيعيش بوحده، المغرب كيعيش يعني في واحد المنظومه رقميه اللي هي متحوله خلال السنوات القليله الماضيه، وقطاع البنكي هو يعني تاثر بشكل كبير بهذا التحول الرقمي. وكنظن بان هذا الرقم ديال 145 وكاله ما هو الا رقم اولي، لان خلال السنوات القليله المقبله هناك العديد من الوكالات البنكيه التي سوف تقفل ابوابها، لان اليوم كاين واحد تحول من وكالات يعني فيزيك، وكالات اللي هي عندها مقر ديالها وعندها عنوان ديالها، الى وكالات فقط عبر الانترنت. لان اليوم ملي كتشوف واحد مجموعه من الابناك المغربيه واحد مجموعه من المعاملات التجاريه يمكن لك انك تقوم بها فقط عبر الهاتف ديالك. على سبيل المثال اليوم يعني كل الفواتير ممكن تديها من التليفون ديالك، التحويلات البنكيه ديالك كديرها من التليفون ديالك، ممكن انك تطلب يعني دوتاسيون ديال التوريستيك مثلا باش انك تسافر برا المغرب ممكن تطلبها من هنايا. اي حاجه اليوم اصبح انه ممكن ان تطلبها من يعني من الهاتف ديالك. اكثر من ذلك اليوم حتى ان دفع النقود كاينين واحد مجموعه من الابناك اللي ممكن تدفعهم يعني في ليغيشي اوتوماتيك ديالهم، حتى الشيكات حتى هي ممكن انك تطلبها يعني ممكن تدفعها في ليغيشي اوتوماتيك. وبالتالي اليوم هذاك التعامل اللي كان قبل ما بين هذاك المكلف بالزبائن وبين الزبون اللي كان واحد ضروره ملحه، وفي اي اجراء ممكن انك تقوم به، بغيتي غوفي بونكير خاصك تمشي للبنكة، بغيتي تدفع شيك خاصك تمشي للبنكة، بغيتي تشري شيك خاصك تمشي للبنكة. هذه كلها امور اليوم فيها واحد التحول رقمي اللي هو كبير، وبالتالي هذا كيعني بان الابناك ما يمكن ليهاش انها تقف اتجاه هذا. غير هو ما خاصش ننساو بان اليوم المهنه ديال البنكي هي مهنه اللي كتحول. اليوم الا كنا خلال السنوات الماضيه كنغوكروتيو الناس كنخدموا الناس اللي خريجين مدارس ديال التجاره ومدارس ديال التدبير ومدارس وكلية الاقتصاد، اليوم أكثر من ذلك غيولي التوجه نحو يعني تشغيل واحد مجموعة من الناس عندهم علاقة بالإنترنت، عندهم علاقة بالإنفورماتيك، لأن اليوم هذاك الباك أوفيس هذاك العمل خلف الشباك هو اللي غيولي درجة أساسية. وبالتالي اليوم باش أن ما تكونش عندنا مشاكل تقنية، باش أن يعني تحلوا واحد مجموعة من المشاكل خاصة الناس، بالإضافة أن هذوك المكلفين بالزبائن اليوم غادي يكونوا إما عبر الهاتف عن طريق هذا المراكز ديال النداء، وإما يكونوا عن طريق الشات يعني عن طريق واحد السيد اللي كدوي معاه عبر واحد الخلف واحد الشاشه. وبالتالي اليوم هذاك الواجهه اللي كانت هذاك لو كونتاكت فيزيك هذاك يعني المواجهه المباشره ما بين المكلف بالزبائن وبين الزبون غتبقى غدا وكتندثر من هنايا لنهايه العشره على ابعد تقدير، ولما لا من هنايا واحد مجموعه من السنوات غيبقاو يعني الوكالات فقط غيبقاو هما اللي نادرين، وماشي والعكس هو ان الناس يستعملوا الانترنت ويستعملوا كل المعاملات الرقميه
الرقميه، وهذا تحول يعني العالم غادي فيه، والمغرب ما يمكن له الا ان يواصل عمل في الاتجاه هذا. طيب سي محمد جدري، ما تعليقك على من يربط اغلاق هذا العدد الكبير من الوكالات البنكيه بازمات ماليه يعيشها القطاع البنكي بالنظر للكلفه المرتفعه لابقاء وكاله بنكيه مفتوحه من خلال الموارد البشريه والكلفه التقنيه والماليه وايضا السوم الكرائيه اللي كتستنزفها الوكالات البنكيه؟ ما خصش ننسى واحد الامر اللي هو مهم، هو ان الابناك هي مقاولات تجاريه وتبتغي الربح بدرجه اساسيه، وبالتالي الامر ديال التكلفه هو امر مطروح. غير هو ما يمكنش نقولوا بان الابناك اليوم ما كتحققش ارباح، لان ما خصش ننسى بان الابناك هي واحد القطاع شبه احتكاري يعني تقريبا في المملكه المغربيه، وبالتالي كيحقق واحد الارباح اللي هي مهمه جدا. ولكن الابناك اليوم اللي خصنا نعرفوا هو ان ما يمكن لياش دير جوج استثمارات، دير استثمار في كل ما يتعلق بالمعاملات الرقميه وتبقي على مواردها البشريه، يعني بين قوسين العاديه اللي كانت خلال هاد 40 ولا 50 سنه الماضيه. وبالتالي اليوم كان عندها خيار وانها تنقص شويه من الموارد البشريه اللي عندها، يعني اللي كانت هي بين قوسين عاديه، اما يتم تحويلها باش انها تقوم بالمعاملات الرقميه، واما انها يعني غتكون واحد الناس اللي هما جداد اللي عندهم علاقه اساسيه بكل ما يتعلق بالرقمنه، كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، وكل ما يتعلق بالعمل عن بعد. ما خاصش نساو بان كذلك امر اخر هو ان اليوم احنا غاديين في اتجاه ديال التخصص، وبالتالي اليوم كاين واحد مجموعه من الابناك اللي عندهم اليوم كاين واحد الوكالات تجاريه اللي غتكون مستهدفه للزبناء، وكاينه وكالات اخرى اللي غتكون متوجهه فقط نحو المقاولات، وهذا من شانه انه يعني يسهل الماموريه، يربح الوقت للناس، يربح الوقت للمقاولات، يفهم الناس ان واحد السيد مكلف بالزبائن اللي كيتعامل فقط مع المقاولات غادي يفهم المشاكل ديالها، وغادي يكون عنده يعني حيز من الوقت، في حين ان واحد الوكاله كيتعامل فقط مع الزبناء غتسهل. وبالتالي كلها امور مجتمعه ما يمكن الا انها تزيد من الفعاليه ومن يعني النجاعة ديال القطاع البنكي اللي كيبقى قطاع مهم في المملكة المغربية، لا من حيث معاملاته التجارية ولا حتى من يعني من تمويله للاقتصاد الوطني. طيب باش نفهموا انه الابناك الكبرى الاكثر حضورا في السوق البنكية هي اللي كتغلق اكبر عدد من الوكالات البنكية. مثلا الى رجعنا للارقام ديال سنة 2022 هذه قبل سنتين، فغنوجدوا بنك تجاري وفا بنك هو اللي اغلق اكبر عدد من الوكالات 52 وكاله، متبوع بالبنك الشعبي اللي اغلق 38 وكاله، بنك اوف افريكا اللي اغلق 26 وكاله، ثم من بعدهم البي ام سي وسوسيتي جينيرال اللي اغلقوا 21 وكاله، كريدي دو ماروك 19 وكاله، والباريد بنك 11 وكاله، وسي اي اش اغلقت وكاله واحده. في حين خلال العام الماضي سنه 2023 تبدلت نسبيا المعطيات، وأصبحت الأبناك ربما تميل أكثر للإغلاق، وهناك نشوفوا الإغلاق ديال عدد من الأبناك من نفس العلامات التجارية أو نفس هاد الأبناك اللي هي أبناك مغربية ثم الأبناك الأجنبية. فبالأرقام غنوجدوا بأنه خلال سنة 2023 لاسوسيتي جينيرال ماروك هي اللي سدات 49 وكالة، تجاري وفا بنك مازال كتسد في الوكالات ديالها وصلت 33 وكالة، بنك اوف افريكا سدات 28 وكالة، والبي ام سي سدات 20 وكالة، والبنك الشعبي تقريبا سد 15 وكالة. بالمقابل سي اش رجعات كتفتح وكالات من بعد ما سدات وكالة في 2022، فتحت 11 وكالة في العام 2023، والباريد بنك فتح 9 وكالات، والتجاري فتح تجاري وفا بنك فتح 4 ديال الوكالات. شنو كتعطي هذه الارقام وشنو كتوضح لنا سي محمد الجدري في المشهد البنكي المغربي؟ لا، هو اللي خصنا نردوا ليه البال هو ان واحد مجموعه من الابناك خلال 20 سنه الماضيه قامت باستثمارات كبيره من اجل رفع حصتها من السوق، وهذه الحصه من السوق ما كانش يمكن لها انها ترفعها الا عن طريق احداث واحد مجموعه من الوكالات الجديده. مثلا ملي كندوي على واحد البنك المغربي ما خصناش ننساو بان في اوائل الالفينات كان قام بواحد لا فيزيون
يعني بين كنشرا واحد البنك آخر، وكنا كنشوفوا في مجموعة من الشوارد المملكة بأن هناك وكالة مقابلة لوكالة، لأن كانت وكالة سابقة لواحد البنك آخر ومن ثم تلا في الجيم، وكنا كنشوفوا وكالة يعني أنفس مع وكالة أخرى. هذا الأمر كان مقبول في واحد الوقت لأن كانت الحركة دايرة، ولكن اليوم ملي كنشوفوا بأن نفس الوكالة كتقوم نفس العمل ميمكنش أن يحافظ على جوج وكالات اليوم مقابلين مع بعضياتهم، وبالتالي يعني خصو أن ينقص كما قلت عاوتاني بأن ما نساوش بأن هاد الأبناك مجتمعة في السيكارين بأنها كلها قامت بواحد الاستثمارات اللي هي مهمة في كل ما يتعلق بالوكالات الذكية، تم تزويدها يعني كنشوفوا اليوم في واحد الوكالة اللي كان فيها فقط شي واحد اوتوماتيك، اليوم كاينين ثلاثة أو أربعة وبعض المرات كاينين أكثر من ذلك، لأن باش أن نسهلوا هذه العمليات ديال 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 الرقمنة وديال التكنولوجيا. وبالتالي هذه الأمور هذه أنا كنظن كما قلت لك بأن مازال باقي الوكالات غيسدوا خلال القادم من الأشهر القادم من السنوات، لأن اليوم التوجه هو يكون عندنا وكالات تجارية عن بعد، إما عن طريق استعمال يعني مراكز النداء، وإما عن طريق استعمال الشات يعني عبر الانترنت. وبالتالي واحد مجموعة من العمليات اليوم، مثلا اليوم على سبيل المثال ممكن نقول لك بأن العلاقه ما بين الزبون وبين البنكه بقات فقط بانه يمشي مثلا باش انه يثير هذاك يعني يجيب مثلا البطاقه البنكيه ديالو، فقط هي اللي بقات علاقه اللي هي مباشره. اما كل المعاملات التجاريه الاخرى اليوم يمكن لي انه يديرها دون المرور عبر واحد المكلف بالزبائن. اليوم مثلا على سبيل المثال بغيتي لوغ بونكير ديالك تاخذه بوحدك، بغيتي تدفع شي كتدفعه بوحدك، بغيتي تغوتيغي الفلوس من الشيك ديالك ممكن تيريها بوحدك، بغيتي دير واحد مجموعه من المعاملات على تحويل بنكية غديرها بوحدك، بغيتي دير دوتاسيون ديال ايترونجي تاهي يعني واحد مجموعه من بغيتي كاع تشري دي برودوي مثلا ديال لا روتريت مثلا ديال لوديكاسيون، ولا مثلا تطلب واحد القرض ديال السكن او قرض مثلا ديال الكونسوماسيون، اليوم كتطلبوا عبر الانترنت. وبالتالي اليوم هذيك علاقه ما بقاتش علاقه مباشره، وهذا يعني امر عادي ان الابناك سوف تقفل المزيد من الوكالات خلال القادم من الايام، غير هو لا يمكن ابدا ان نربط هذا الاقفال لمجموعه من الوكالات يعني بوجود ازمه ماليه لهذه الابناك، بالعكس من ذلك القطاع البنكي هو قطاع شبه احتكاري بالمملكه المغربيه ويحقق ارقاما مهمه، لان بقى عندنا اليوم الخدمات البنكيه هي غاليه. مثلا اليوم على سبيل المثال راني كديرها واحد التحويل بنكي انستونطاني ما بين حساب وحساب اخر، يمكن تخلص واحد تقريبا واحد 17-50 درهم، كيبقى هذا رقم اللي هو رقم كبير جدا مقارنة مع القدرات الشرائية المواطنات والمواطنين. وعندنا واحد مجموعة من المعاملات التجارية عندنا اليوم غالية الرسوم، وبالتالي قطاع البنكي وما زال يحقق أرقاما كبيرة من النمو، يحقق أرباحا يعني مهمة في القطاع هذا، وبالتالي اليوم هذا الشيء غادي فيه هو خيار استراتيجي لا علاقة له بوجود أزمة مالية للأبناك المغربية. أشكرك جزيلا على كل هذا التوضيحات، الخبيب والمحلل الاقتصادي محمد جدري كنت معنا مباشرة من أبي باط. مرحبا بكم معنا في ما كنتو على شدافع معه.